أهلا بكم. جرت اليوم في لوكسمبورغ مراسم تشييع جثمان الدوق الأكبر جون دوق لوكسمبورغ، والذي وافته المنية يوم الثلاثاء 23 أبريل الماضي عن سن ناهز 98 عاما. وقد مثل الأمير مولاي رشيد العاهل المغربي الملك محمد السادس في هذه المراسم التي حضرها شخصيات من العائلات الأوروبية المالكة، منها الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا من إسبانيا والأميرة بياتريس من هولندا والأميرة آن من المملكة المتحدة، وأيضا ملوك الدنمارك والسويد والنرويج وبلجيكا.